بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل النهارده في مشروع جديد اسمه الفريز. الفريز ده بنستخدم فيه تمام اسلوب كده جديد هنشوفه مع بعض لاول مره. هنشوف ازاي بنقدر نجمد صوره ونعملها عمليه تتابع وعمليه حركه بتتابع. تمام، هنبدا نشوف دلوقتي مع بعض. اهو انا هبدا اجري دلوقتي، اهو المشروع اهو هيبدا من اول وجديد تاني عشان كنت لسه محركه من شويه. اهو انا دلوقتي عامل ايه، عامل الصوره دلوقتي وعامل لها كوبي. وازاي ببدا احرك الصوره دي بالكوبي بتاعها، ببدا اكبر كمان 100% عشان تشوف اكتر واكتر، وبعد كده انا بقى ابدا اصغر تاني ابدا نتحرك مع بعض. اهو تعالى برضه يعني من هنا كده شويه عشان تشوف الصوره الاولى. بصوا هنا اول حركه تمام، ودي تاخد تاني حركه وتاخد تالت حركه. ازاي ببدا اعمل الكلام ده؟ بطريقه بسيطه جدا، مش يعني مش حاجه معضله ولا حاجه. هنبدا مع بعض نشوف. اول حاجه انا عملت ايه؟ عملت جبت الصوره عندي زي ديت اللي هي ديت، اللي هي الصوره الاصليه اللي هي دي. حلو، اهي الصوره الاصليه اللي هي ديت. حلو، الصوره الاصليه دي خدتها حطيتها هنا. انا هلغي الكلام ده كله اصلا من عندي من هنا، وابدا من الصوره الاصليه دي. هبدا اشتغل من اول وجديد. بعمل ايه من الصوره الاصليه دي؟ باجي هنا من الصوره الاصليه دي وابدا اجري مثلا لغايه فين؟ لغايه هنا، عشان انا عايز اعمل فريز اجمد هنا. باجي اخد لقطه من الشاشه، الموضوع هيتكرر، هيتعمل مره في الدقيقه وهيتكرر تاني. هناخد لقطه من الشاشه، بثبت اللقطه دي ما يكونش عليها هايلايت، وبنزل هنا بقول له امبورت هنا انتو بروجكت. حلو، ولازم تكون واقفه هنا على البي ان جي مش على البي ام بي او اي حاجه تانية. ببدا اقول له هنا اعملها لي على البي ان جي، وابدا اقول له هنا اوكي. بيبدا يعمل لي هنا، بيديني هنا حاجه اسمها صوره بي ان جي، هنشوفها مع بعض. اداني هنا صوره بي ان جي، ببدا اخد الصوره البي ان جي دي واحطها هنا. دي بتكون عليها فيكس طبعا معين. تمام، انا ببدا احرك من هنا واوريك ان هي مش هيبقى ليها قيمه قوي، يعني لو ابدا احرك كده مش هتديني اي حاجه ومش هتعمل لي حاجه. لكن لازم عشان اظبط الدنيا دي ببدا اعمل ايه، باخد كليك يمين وبروح هنا عند هنا الايديت فوتوشوب، بيدخلني على الفوتوشوب هنا وبيبدا يقول لي انت عايز تعمل ايه. بقول له انا عايز اعمل الخلفيه اللي عندي على الصوره دي، انا عايز عينها. بيقول لي حاضر، بيبدا يديني الصوره بالمنظر اللي انت شايفه ده. باجي هنا بقف عند الويندو بقول له اديني بروبرتيز. فين هنا؟ هي متعلم عليها اصلا، مش انا مش علم عليها خلاص. ببدا البروبرتيز بتكون موجوده هنا، باجي هنا على الينجز هنا وبدوس عليها مره، وبدوس عليها مره ثانيه، بدوس على الكويك مره ثالثه مره رابعه، لغايه ما يبدا يدينا هنا الريموف باك جراوند. انا واقف عليها هي ادي الريموف باك جراوند، بيبدا يعين لي جزء وهيخلي لي جزء، لكن انا مش عايز الجزء اللي هو عانه. يبقى انا اعمل ايه؟ لا، يبقى انا لا انا اعمل حاجه كويسه جدا، ان انا هبدا ارجع الصوره ثاني واحدد له فريم معين بس هو اللي يشتغل، عشان ما حدش يقع في الغلطه دي. تعالوا نشوف ازاي. بدأت ارجع هنا، وانا دلوقتي عندي البنت دي انا عايز دلوقتي اثبت لها مكانها. باجي هنا اعمل كده، اعمل يعني اعمل لها احوطها كده بفريم معين. تمام، واجي ادوس هنا على الريموف اللي انا عايز اعمله، بدوس هنا ادي ريموف، مش عايز يديني حاجه وعمال يديني صفاره. سامعين اهو ليه؟ لان هنا دوت مش لازم اعمل منها الفريم اللي هو المربعات ده. تمام، ليه لازم اعمل منها الفريم مربعات؟ عشان رجع الفريم دوست عليه مرتين ورجعت الفريم زي ما هو، وابدا ادوس هنا على كويك مره ثانيه. تمام، بيديني هنا ريموف باك جراوند، بيبدا بقى يشوف لي الصوره. انا حددت الصوره قوي لغايه ما اداني البنت في الحجم ده. انا لما بروح هناك في برجع هنا اسجل واروح هناك مره ثانيه على البرنامج بتاعي. تمام، ببدا اعمل ايه؟ هو بيقول عايز تسجل هنا، بقول له اه انا عايز اسجل احفظ الكلام ده. يروح لفين؟ يروح لي هنا. يعني انا باخده هنا على الفريم اللي عندي هنا، وابدا اثبته هنا، وابدا اشوف البنت اللي مثبتها هيكون في المكان ده هتكون مثبته ازاي. لو انا رجعت هنا بالخطوه دي هلاقيها مثبته في المكان اللي انتوا شايفينه ده. ازاي انا بنزلها هنا وارجعها تاني مره تانية؟ انا مثلا باجي ارجع هنا مره تانية زي دي كده مثلا. حلو كلام، واجي اهو انا بدوس عليها مرتين تتحدد، وبعد ما تتحدد ببدا انزلها هنا مثلا. المفروض ان اللقطه دي اصلا بتكون اتاخدت، فانا هوريكم المرتين. المره اللي هيجي لك فيها فريم على طول وانت بتبدا تتحكم فيه وبتبدا تنزل وتحرك، والمره الثانيه اللي اللقطه فيه بتكون لقطه جاهزه، يعني انت ما بتحتاجش ان انت ابص، لا محتاج تثبت صوره على صوره، وازاي تثبت الرجل على رجل والراس على راس والكلام ده، لا احنا مش هنعمل الكلام ده. انا هوريك بقى طريقه ثانيه كمان اسهل من كده خالص، هتشوف دلوقتي.
خليتهم هما الاثنين فوق بعض زي ما انت شايف كده، ولو عايز اثبت واحده وجاري الثانيه زي ما انتوا شفتوا كده انا هبدا اعمل حاجه زي كده. ممكن بقى ارجع هنا كده مثلا وابدا اثبت الصوره كده، ونشوف التست الاول اللي احنا هنعمله دلوقتي اهو، هنبدا نشوف احنا نجحنا ولا لا. ايوه نجحنا في التجربه. طب عايزين نكرر الموضوع ده مره ثانيه برده بنفس الطريقه، هناخد برده فريم ثاني من اول وجديد ونحط نفس الطريقه بالظبط، هنعملها ثاني. هاخد فريم من اول وجديد هنا، الفريم ده انا كنت خدته من اللي هو نزل من هناك وانا نزلته هنا طبعا، تمام. هشوف بقى الفريم الثاني بيتاخد ازاي. هنبدا ناخد دلوقتي الجزء الثالث، هنعمل لقطه برده نقف هنا عند الكاميرا هنا عشان اعمل لنا ايه برضو حركة جديدة نفس اللي بنعمله بالظبط. برضو هنقف هنا نثبت الصورة، نقول هنا الامبورت هنا، ونقول هنا البي ان جي نثبتها برضو عندنا زي ما هي، ونقول هنا اوكي. بيبدأ يديني بي ان جي، هبدأ انزل اخد البي ان جي واحطها هنا وابدأ اعمل ايه نفس الشغل مرة تانية، هنشوف ازاي. الصورة بعد ما نزلناها ادتني هنا البي ان جي، ببدأ هنا اقف عليها كليك يمين وابدأ اعمل هنا الايديت فوتوشوب، بيبدأ يفتح الفوتوشوب مرة تانية. بعمل ايه بقى فيه؟ بعمل فيه نفس الشغل مرة تانية، اي بيديني الصوره هنا مره تانية. بعمل ايه؟ باجي هنا اعمل برده فريم صغير كده، ليه الصوره نفسها كبيره فبيعلي جزء مثلا من الفريم ويسيب لي جزء. فانا قلت له لا انا مش عايز الكلام ده كله، ببدا انزل هنا بقول له هنا ادوس على بروبرتيز. لا هي متداس عليها اصلا اهي، تعال نتاكد بس معلش. متداس عليها، يبقى انا على طول اجي هنا على طول على الاجنس هنا، تمام. يقول لي لا لازم تعلي هنا الفريم، اقول له حاضر. ببدا عين الفريم، معلش بدوس عليه بس ثواني اهو. الكلام ده كله بيكون مهم قوي في التحديد، وممكن نكبر التحديد شويه كده، تمام. وندوس عليه بس كده، الاجنس هنا يبدا يسمع كلامي على طول، بيبدا يديني كويك طبعا. بدوس على مره واثنين لغايه ما يديني هنا الريموف، بيبدا يعمل لي ريموف، بيفضي لي الصوره من حواليها بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. باخد الصوره دي وابدا اقول له هنا اعمل لي ايه؟ اعمل لي هنا اهو، يقول لي اعمل لي هنا تثبيت، بيعمل لي سيف. ازاي؟ ببدا ادوس اقفل ويبدا يفتح مره ثانيه. طيب ببدا هنا الصوره دي ببدا اثبتها واوريكم ازاي بيثبتوا هما الثلاثه وبيجروا على بعض. بس حاجه بسيطه كده، تمام، ان انا عامل الصور بص ازاي كلها ورا بعض بتتابع. بس طبعا ده الاصل بتاعي اللي هو مكتوب عليه MP4، وهنا بيكون هنا الصور مصغره. هنبدا نجريهم ورا بعض هما الثلاثه ونبدا نشوفهم هما الثلاثه بيتحركوا ازاي. كبرت لكم الصوره عشان تبداوا تشوفوا. هنبدا الموضوع نشوف بقى من اوله خالص اهو. بنبدا ادي اول فريم، بياخد تاني فريم معاه مع تالت فريم، وانا بوقف هنا عشان اقول لكم على حاجه. ان انا ببدا مثلا برضه انا اللي منزل الشاشه بالمنظر ده، واقدر اطلعها مره تانيه كده وارمي الفريمات بتاعتي عامله ازاي، وابدا اثبت. والشغلانه بسيطه خالص ما فيهاش اي حاجه ويقدر اي حد يعملها. ان عجبكم الفيديو ما تنسوش في اللايك والشير، وشكرا ليكم وربنا يوفقكم.